الموضة ديال الشعر كتبدل من عام لعام، طويل قصير كحل زعر وزيد وزيد. ولكن في موريتانيا عندهم الشعر ماشي غير موضة، هو جزء من الهوية الثقافية للمرأة. فعلا فعند واحد الفئة معينة في موريتانيا من أهم معايير الجمال ديال المرأة هي الجديلة اللي احنا كنعرفوها بالراستا. الجديلة الموريتانية أشكال وأنواع، كاينة العادية اللي كتدار غير بتفاير الشعر، وكاينة اللي كتصاوب بتفاير مع دي زيكستانسون في الألوان، وإلا بغيتي تفني كتر كتزيد عليهم شوية ديال الحيلي. الجمال شي حاجة نسبية والمعايير ديالو كتختلف من بلاد لبلاد، وكيف كيقول المثال كل بلاد أصلها وكل مرة وزينها.